بات قتا قوسين لي كان السبب اللي في كل خلق ربي تبارك وتعالى الخلائق كانت هان ربي تبارك وتعالى سبحانه وتعالى يخلق كل الخلائق خنس سيال الامر ينقرن يعظمن يجلان التيغان اتتعبن ربي تبارك وتعالى غدا ان ربي تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وكان ربي تبارك وتعالى هان المسائل تستخلق ربي المخلوقات كلها سواء كان يكاليون ولا يجنون التيغان الحقد اللي هو التيغان العباده باش كريتيان هذا يكفر ربي الجنس الاخيره كيقت النفس ليس لن قصد ربي اتيسك ربي الجنس الاخيره ايضا ربي تبارك وتعالى وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وكان ربي تبارك وتعالى هان الكفار دي التنين هان ما يدكون لتخلق راي كانس البطل إذا كانش تاء الصاقين دون الكرمي أنمتن بالك هان راي كان وريس خي هان ربي تبارك وتعالى وري خلق جلا وإجنوان ولا كان ولا ما كل قال أمي لنا جلسنت أبلس الحق دات عبادنا الخلقات الكل دات عبادنا ربي تبارك وتعالى أركي غموتنت هذا ربي تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار غنى هذا ربي تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ربي تبارك وتعالى ولي خلق قليون ولا كال ولا مينا قلتسن غارس اللعب إذا كنت تلعب ربي تبارك وتعالى حاشا سبحانه وتعالى أوهول يخلق نفس الخلق يخلق نفس الحق نفس العبادة أكل التعباد من مخلوقات العبادة ربي تبارك وتعالى العبادة ربي تبارك وتعالى تشغل نفس العبادة ربي أكل كل موتن وكون يغتن دي بعد ربي تبارك وتعالى كي يغتياني فاس الججانس